المسلمين جمل سيدنا النبي، قالوا له يا رسول الله اشتدت بنا الحال، المدينة محاصرة من 10,000 جندي كافر، وليس مع الحبيب المصطفى الا 3,000 من الموحدين. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. شهر كامل والكفار يحاصرون المدينة، المسلمين قالوا لسيدنا النبي ماذا نقول يا رسول الله؟ سمعنا الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه. يقول ايه يا نبي؟ النبي يعمل ايه؟ النبي هيبعت برقية لهرقل يقول له تعالى اتدخل في حل المشكلة اللي انا فيها؟ هيبعت رسالة لكسرى يقول له اجري شوية الا الكفار هياكلوني؟ لا، النبي كان بيقول لا تستعينوا بالمشركين على قتال المشركين، كفر كله من واحد. فماذا قال لهم الحبيب المصطفى عندما احتدم الخطب؟ قال لهم قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. الكلمتين دول لما تقولهم وقت الشدة يفرج الله ما نزل بك من شدائد. وكم ليلة بت في كربة يكاد الرضيع لها ان يشيب، فما اصبح الصبح الا اتى من الله نصر وفتح قريب. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، كلمتان نطق بهما خير انسان وافضل مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. تم على الصلاة عليها رجالة واللهم صل عليه. استر عوراتنا وامن روعاتنا.